بين مؤيد ومعارض ينتظر المصريون الحدث الأكبر لعام 2015 انتخابات مجلس النواب الاستحقاق الثالث والأخير من خارطة الطريق. قمنا برصد ردود أفعال المواطنين البسطاء عن سبب نزولهم للتصويت. عندي 62 سنة واسم عواطف. أم عصام سيدة مصرية بسيطة جدعة تبدأ يومها في البحث عن رزقها من الصباح الباكر لتغطي قوت يومها، يصفها المحيطين بها ست بميت راجل، وكان لها رأي في الانتخابات البرلمانية القادمة. قررت ان انا انزل عشان اصلح للبلد. انا بحلم ان البلد بتاعتنا تبقى حلوة، تبقى كويسة، على اساس ان انا بدل ما انا قاعدة في الشارع يبقى لي مكان اقعد فيه. مطالب كثيرة في انتظار اعضاء مجلس النواب القادم من الاستقرار والامان الاقتصادي للبسطاء والاجيال القادمة. طموحات وأمان من قبل المصريين لتحقيق مطالبهم من مجلس النواب القادم في حياة حرة وكريمة. ترى هل تحقق الانتخابات القادمة مطالب المصريين أم تصيبهم بالإحباط؟ هبة أغا، ON TV.